السلام عليكم. لو كانت الدنيا سهلة لما كان الصبر من أحد أبواب الجنة. قيل لأحد الصالحين: ما هو الصبر الجميل؟ قال: أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله، فقط أعمل وتوكل على الله. ابتسم من رغم قساوة الحياة، ترى الله بيعوضك خير. احمد ربك إن الحين ما في حرب ولا شيء، بعضهم مصابين بس قل الحمد لله. ابتسم، خل حياتك حلوة. بعض الناس إذا سوى سيئة يحسب خلاص نهاية الدنيا، وإن الله تعالى خلاص ما رح يغفر له هذه السيئة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الله كريم وغفور رحيم. خلك بصمة حلوة وأثر طيب بين الناس قبل لا تموت. تتوقف أنفاسك بس ما تتوقف أنا دائما أطرح على نفسي هذا السؤال: هل إذا أنا صرت حزين راح تنحل المشكلة بسهولة؟ طبعا لا، ما راح تنحل. ربك موجود، رزقك مكتوب، عمرك محدود. ليش تحزن؟ اضحك. اللي حولي واللي حولك مجتمع ومجتمع، ما راح يتغيرون إلا إذا غيرنا أنفسنا بالأول. طبعا نتغير للأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال تعالى: اسجد واقترب. وقال أيضا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تخيل من كثر ما ربي قريب منا نقدر نتقرب له أكثر. هذه الدنيا أمس عشناه وما رح يرجع، اليوم بنعيشه وراح يروح، بكرة ما ندري ايش بيصير. صافح وسامح وداع الخلق للخالق. بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء، لكنها مليئة بالأجر لمن صبر واحتسب. فاللهم لك الحمد والشكر على كل حال. خذ نفس عميق. طب قول الحمد لله. ها، حسيت براحة؟ قال علي أفضل الصلاة والسلام: أفضل عباد الله يوم القيامة هم الحمادون. الواحد شاف نفسه وصلح أغلاطه كالحين كلنا بخير. يفتش عن عيوب الناس، هم ما شاء الله ملاك ما عنده ولا ذنب. اترك عنك عيوب الناس وخليك بنفسك، دع الخلق للخالق. عسى ما شفنا شيء إلا فتحنا عيوننا فيه. وين المشكلة ما نقول ربي يبارك لك ويرزقنا نفس ما يرزق؟ وش المشكلة لو قلنا ما شاء الله؟ ليش الحسد صار شيء عادي؟ وإيش الحل؟ أنت ستعيش مرة واحدة في هذا العالم. إذا أخطأت اعتذر، وإذا فرحت عبر، فلا تكن معقد. والأهم، لا تكره ولا تحسن ولا تحقد. المحظوظون ثلاثة، وهم من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بر بوالده قبل أن يفارقه، ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه. تكفى الجنة، لا تذكم في أمان الله.